عرفت شنو قال لي في هذا الفيديو المهم؟ لاشتوني ما سلمت ما قلت والو، لانه انا دابا في المونتاج ديال الفيديو لتحت، يعني هابطه لتحت كنمونط لكم في الفيديو، ولقيت بانه ناقصين بعض بعض اللقطات من الفيديو، ما تسجلش لي التقديم اللي كنت دايره، يعني كنت مفركسه ودايره الماكياج ومقاده ودرت التقديم ديال هذا الفيديو وما تسجلش لي، يعني واحد القضيه اللي مهمه ما تسجلاش ليا، وقلت غادي نرجع وانا باقا تنمونطي في الفيديو دابا لتحت. الليل دابا عندنا الساعه، عندنا 10:20 ديال الليل، وانا كنمونطي في الفيديو باش نحطو دابا، ولكن هذا المقطع ضروري كان خاصني نعاود نسجلو هكا، لانه اصلا رجلي كملتهم، ضفراني كملتهم. هذا الفيديو على فكره باش يعني ما نطولش عليكم، الروتين الشهري للاعتناء بالقدمين وبالرجلين وبالاظافر، وكيفاش كنحافظ يعني لا على ضفراني باش ما يتكونوش ليا فيهم اللي انا عانيت منهم من قبل، يعني الفطريات في الضفر مني كتولي الاظافر، كنهضر على الاظافر ديال الرجلين تيتكونوا فيهم دوك الفطريات. المهم هذا الشيء كنت سجلت لكم في اللقطه نيت فين كنت انا كنصور، وريت لكم بعض المنتوجات، ولكن وانا في المونتاج دابا ما لقيتش هذاك المقطع، لانه كانت الكاميرا، هاد الكاميرا العوره ديالي اليوم تدير ليا واحد المشاكل في التصوير، كدير لي واحد علامه استفهام مني كنكون كنصور، وما عرفتش علاش، ما عرفتش واش من الكاميرا ولا من الكارت ميموار، من يعني ديك الكارطة اللي كتحمل الفيديوهات ما عرفتش مناش. المهم هذاك الشيء اللي ما بانش في الفيديو، سمحوا لي بعدا بديت لكم داخله طالع لي الدم، انا اصلا كنسجل في الفيديو. المهم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، الغزالات ديالي سمحوا لي في هذا الفيديو ما درتش تقديم. المهم ما علينا من هذا الشيء كامل، راكم عارفين كنهضر معكم من قلبي، زعما غير طلع لي الدم لحقاش كنت مسجله كلشي ودايره التقديم. التقديم كان في واحد الفيديو قبل، كنت دايراه قبل على حساب هذا الفيديو ما تسجلتش. الفيديو ديال العنايه بالرجلين غادي تشوفوه معايا دابا في هذا الفيديو. طبعا واحد اللقطه اللي ما بانتش ضروري نشرحها لكم، بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الفطريات في الرجلين، يعني في الاظافر ديال الرجلين كيكون واحد الصفوريه وكيكون واحد الرائحه كريهه تحت الضفر من الداخل، يعني الا كنتو نتوما كتحيدوا يعني ملي كتنقيو الاظافر كيف ما غتشوفوا معايا طبعا في الفيديو، غادي نوري لكم الروتين اللي كندير، كيفاش كنعتني بالاظافر، كيفاش كنعتني بالقدمين، اشنا هي الوصفه اللي كندير باش نبيض يعني رجلي باش يتحيدوا منهم كاع داك الاسمرار اللي كيكون. غتشوفوا معايا هادشي كامل في الفيديو. بالنسبه للبنات اللي هذا اصلا كنت باغي غير نصوره لكم ونحط لكم تصويرته، ولكن دابا مشيت جبته لحقاش انا باقا خدنا الكرتونه، لان قلت واحد النهار غادي يجي وغادي نوريكم المنتوج اللي هو فعال جدا لعلاج الفطريات اللي ستكون في الاظافر. هذا الدواء اسميتو لوسيريل، كيتباع في الصيدليه، في الداخل ديالو تيكونوا واحد العيبات كتمسحي بهم، يعني هادشي بقى لحقاش انا اصلا تعالج لي المشكل بسرعه، تيكونوا واحد هادو هما الاولين اللي كدوزي على ضفرانك، لا ماشي هما الاولين سمحوا لي، اول حاجه كديري تيكونوا هاد المبارد، وانا ما استعملتهمش لحقاش كنت كنستعمل المبرد ديالي، يعني كتبردي اول حاجه كتبردي الضفر. مني كنهضر على البنات اللي عندهم مشاكل في الفطريات، عندهم ضفر صفر ولا عندهم ضفر خامج تنقولوا حنايا، ولا يعني الضفر ديال الرجل تيكون بالصبابط اللي كنلبسوا بالاحذيه اللي كنلبسوا كيولي فيه صفيره. الاظافر ديال الرجل كتحكي اول حاجه الضفر ديالك، كدوزي هاد لاسافييت ولا هاد المحارم المعقمه كدوزيها على الضفر ديالك، كتاخذوا واحد من هادو من بعد ما بردتوا الضفر ديالكم وكتبلوه بالمنتوج بحال هكا من بعد ما بردتوه، وكدوزوه بحال هكا على الفطريه اللي كتكون في الاظافر، في الاظافر ديال الارجل من طبيعه الحال هي فين كيتكونوا لينا اكثر الفطريات. بالنسبه لواحد المرحله غادي تشوفوا معايا في الفيديو، واحد المرحله اللي غتبان فيها غير الصباغه ديال الضفران، لحقاش هذاك المقطع فين انا استعملت هاد جوج منتوجات اللي كنستعمل ما تسجلش ليا، غتشوفوا في صبعي ديال رجلي، يعني الصبع الكبير ديال الرجل عندي واحد البلا، يعني هذا هو الصبع ديال الرجل نقولوا حنايا الكبير، في هاد البلايص هادو عندي واحد ليكال اللي ما عرفتش شنو سميتهم بالعربيه، يعني تيكون واحد اللحم قاصح
هذيك البلاصه القاصحه ديال اللحم اشنو كندير ليها؟ منين كنت كنحك في قدماني اللي غتشوفوا معايا دابا، حكيت هذيك البلاصه اللي تتكون بحال الحمصه قاصحه، على شكل يعني حبه حمص قاصحه. انا كنحاول غير باش نسهل الامر على الناس اللي كيتابعوا الفيديو من دول اخرى، يعني تيكون لحم ميت متجمع متجمع في مكان واحد، لحقاش يعني تنكونوا لان تنكون بسبب احديه تتكون يعني ما مرتاحينش فيها وتتكون مزيره، ما عرفتش شنو هي مزيره، يعني تتكون ممسوكه جدا على الارجل، كيتكونوا لنا بحال هاد هاد الحمصات هادو. المهم حكيت مزيان ديك البلاصه. من بعد اشنو كندير ليها؟ كندوز عليه هاد المعقم هذا، بغيت ضروري نقولها لكم. المهم هاد المنتوج هذا البنات كيصلح لدوك العيبات اللي قلت لكم كيتكونوا هنا. كديريه من بعد ما حكيتي ديك البلاصه اللي مكون لك فيها في هاد البلايص اللي الفوق، ماشي ما كنهضرش على الاظافر، انا غنوريكم باش كنحمي الاظافر ديالي. يعني كندوزها على هاد البلاصه وكنخليه حتى تترطب مزيان ديك البلاصه، والغد ليه عاد باش كنعاود نحك وكنعاود نستعمل نفس المنتوج عليها بحال هكا. كتستعملي على البلاصه كترطب ليك هاد البلاصه مزيان، منين كترطب يعني داك اللحم كيرطب. من بعد كتعاودي ثاني الغد ليه تحكي داك اللحم مزيان وتعاودي في الارجل، كنهضر على الاصابع ديال الارجل. من بعد كتعاودي تستعملي هاد المنتوج. بالنسبه للاظافر، مني كان فيا الفطر في الفطريات في الاظافر ديالي كنت كنستعمل هاد الدواء هذا. وبالنسبه لهذا ديال الاظافر، منين كملت يعني التنظيف اللي غتشوفوا معايا ديال الاظافر، اشنو استعملت من بعد؟ منين كملت التنظيف وحيدت كاع داكشي اللي غتشوفوا معايا، اشنو استعملت؟ استعملت هذا، حتى هو ديال دكتور شول. كتاخدي هاد البلاصه هادي يعني اللي فيها المعقم، كدوزي على الضفر ديالك، الاظافر ديالك اللي بالخصوص الضفر الكبير، الضفر الاكبر ديال الرجلين اللي تيتكونوا لينا فيه اللي هاد الفطريات. من بعد ملي كتعقمي الضفر كتدوزي عليه او كتطليه بهاد الطلاء الاظافر بحال هكا. مثلا انا كنوريكم، ولكن هادشي في الارجل ماشي في الايدي، ماشي في اليدين، في الرجلين. المهم من بعد غنخليه حتى ينشف، عاد داكشي اللي غتشوفوا يعني في المراحل المواليه. المهم نتمنى نكون شرحت. دابا انا غادي نرجع لتحت باش نكمل لكم المونتاج ديال الفيديو. المهم اهلا بخضرات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونخليكم دابا وندخلوا في الفيديو تشوفوا معايا الاعتناء كيفاش كنعتني برجليا وبضفراني وهذه. المهم كيف ما كتشوفوا، فاول حاجه كنقوم بوضع الملح، فانا هنايا اختاريت الملح الوردي اللي يعني ملح الوردي اللي كيجي من الملايا. من بعد خديت هاد يعني هاد البندوج ديال سيان اللي كيتباع في ليدل، اللي المكونات ديالو جد بسيطه وكذلك فعال، وما مكونش من شي مكونات اللي هي مجهده او اغريسيف على البشره. من بعد خديت هاد الزيت هذا اللي كنوضعه في الحمام، مصنوع من الكاليبتوس، وضعته كذلك في هاد البانيو فيه الماء السخن. ومن بعد كنقوم بوضع الرجلين ديالي في الداخل ديال هاد البانيو هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخليها ترتاح على الاقل واحد المده ديال 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق كيف ما كتشوفوا، كنحيد رجلي من هذا البانيو، كنشفها يعني عادي مفوطه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد بغيت نوريكم هذه الماكينه هذه ديال لامارك، او يعني الماركه كريدو، اسميت المارك كريدو، هذه هي الاسم ديالها. فكنراقب الرجلين ديالي واش متكون فيهم شي جلد ميت بكثره، لكن بكثره ممكن تستعملوا هذا الكرات هذا ديال الجلد الميت. لكانت البشره ديالنا يعني عاديه وما كتشوفوش بانه ما فيهاش شي جلد اللي هو متراكم وسميك جدا، ما كنصحكمش باستعمالها، لانه كيكون عكس ذلك، عما كتزيد تكون لينا جلد ميت. يعني لكن كنتو محتاجين ليه استعملوا، ما كنتوش استعملوا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو،
الحجرة ديال الكدمان عادية، فهاد الحجرة اللي كنستعمل انا في من نفس المارك ديال هذيك الكرات اللي هي المارك كريدو، اللي كتكون حجرة اقدام رطبة وما كتحرجش لينا او ما كتسببش لينا واحد الجفاف في البشرة. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقة اللي كنستعمل، كنفرك القدمين ديالي عادي، مرة مرة كنبلل الحجرة في الماء اللي كنت واضعة في البانيو قبل، او في يعني في البانيو، ما عرفتش شنو سميت البانيو باللغة العربية، البانيو. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، المهم كنبقى نحك في القدمين ديالي، كنزيل داك الجلد الميت الرقيق من طبيعة الحال. كنستمر بهذه العمليه هذه حتى تنزل كاع داك الجلد الميت اللي كتشوفوا. فانا ما كنحتاجش ندير ديك الكراته، كنت كنديرها قبل، لان ملي كان عندي داك الجلد الميت بكثره، فالان ما محتاجاش ليها، يعني كنستعمل فقط الحكه ديال الكدمان عاديه. من بعد كنعاود نشل رجلي كيف ما كتشوفوا معايا في داك الماء اللي كنت دايره في داك المنقوع قبل. من بعد كنخوي داك الماء وكناخذ البانيو يكون خاوي ما فيه والو. ودابا غادي ندير البيلينغ ديال الرجلين اللي كندير لتبييض الرجلين وكذلك لترطيبهم وتنظيفهم عميقا او من الاعماق. فكيف ما كتشوفوا هنايا كان فقط السكر الاسمر وزيت الزيتون، وكنضيف عليه الحامض، نصف حامضه كيف ما كتشوفوا او نصف ليمونه. ممكن تستعملوا كذلك السكر العادي، فانا هنا كنستعمل دائما السكر الاسمر، يعني محضره للوصفات. من بعد كيف ما كتشوفوا كناخذ يعني هذه الكميه هذه، حوالي ملعقه كبيره من السكر الاسمر وملعقه كبيره من زيت الزيتون ونصف ليمونه معصوره. كنقوم بتدليك هذه الخلطه هذه جيدا بعمل مساج، يعني ندلكوا مزيان هذه الوصفه هذه في رجلينا، كاع المناطق اللي كتكون سوداء، الكوعين وال يعني وراء القدمين، البلايص اللي كيكونوا مضبورين بالصبابط، او يعني البلايص اللي كيكونوا الاماكن اللي تتكون يعني سوداء، يعني مأطرين عليها ارتداء الاحذيه اللي كتكون وراء القدمين، تيكون داك اللون الاسود. نحاولوا يعني ندلكوا جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. المهم انا كنحاول نبسط اللهجه باش يجي سهل الفهم، فهم هذا الفيديو على كاع السيدات اللي كيتابعوا القناه من دول اخرى، والف مرحبا بكم. فكيف ما كتشوفوا هكا كنحاول ندلك جيدا هذا، كنحاول ندلك جيدا هذه الوصفة هذه، وكنخليها على الأقل كنتركها واحد 10 دقائق عادة باش كنغسل منها، عادة باش كنغسل رجلي من هذه الوصفة هذه. المهم غادي تشوفوا كل شيء في الفيديو. بعد ما غسلت رجلي عدت واحد 12 دقيقة تقريبا، أنا خليتها 10 دقائق على الاقل، كنشف الارجل ديالي بفوطه يعني كيف ما كتشوفوا معايا. والان حان وقت الاعتناء بالاظافر. كيف ما كتشوفوا انا كناخذ ورق مطبخ عادي فقط باش ينزل، باش ينزلوا فيه كاع دوك داك الوسخ وداكشي اللي غنحيدو من الاظافر. اللي عندها بحال هاد العيبه هذه تستعملها، اللي ما عندهاش غنوريكم الطريقه، يعني انكم تلفوا ورق وتقوموا بهاد التقنيه هذه اللي سهله جدا، يعني ماشي بالضروره يكون عندكم عدي وبالموجود، يعني ماشي بالضروره، ممكن كذلك ما تستعملوا حتى شي حاجه، هاد القضيه غير كتسهل عليكم الماموريه. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ هاد الرازوار هذا او هاد الشفره هذه، كنشيل بها اول شيء او كنزع بها داك الشعر اللي تيكون نابت في الصبع الكبير كيف ما كتشوفوا. دابا هنايا كندوز للطريقه باش نحيد كاع داك الجلد اللي كيرطب لينا، داك الجلد الميت اللي كيكون في الكونتور او لا في يعني في جوانب الاظافر كيف ما كتشوفوا معايا. هاد العربيه ديالي ما بغاش تكاد. المهم على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، فهذا ما ماضيش بزاف، فغناخذ من بعد واحد غيكون امضى شويه. المهم انا كنستعمل هاد الحوايج هادو، من الاحسن يكون عندكم واحد سيت ديال البيديكير والمانيكير، يكون يعني اثمنه تكون راه كيتباعوا في جميع الاثمنه، يعني تيبداو من
6 8 اورو على حسب يكون عندكم باش تعتنيوا بالارجل ديالكم والاظافر ديالكم. كيف ما كتشوفوا كنحيد داك الجلد الميت، الجلد الميت كله كيف ما كتشوفوا في الفيديو. حاولوا بشويه بشويه باش ما تجرحوش راسكم. من بعد كنحاول ازاله داك الاوساخ اللي كتكون تحت الاظافر، وهنايا ممكن تراقبوا يعني كيف ما قلت لكم في مقدمه الفيديو واش عندكم شي بيلز او شي فطريات في الاظافر ديالكم. يعني الا كانت الاظافر في الجوانب ديال الاظافر تكون واحد الرائحه كريهه، يعني انه عندكم واحد المرض، ماشي مرض بلايستر، انما تكون واحد الفطريه لازم تعالجوها بداك الدواء اللي وريتكم اللي هو من احسن ما يكون. ومن بعد مهم كنحاول ننظف الاظافر كلها كيف ما كتشوفوا معايا، قطع الاظافر اللي كيجوني طويله على حسب. طبعا كل بنت، كاين البنات اللي كيعجبهم الضفار ديال الرجلين يكونوا طوال، كاين اللي كيعجبهم يكونوا ميديوم، كل بنت وعلى حسب الذوق ديالها. فانا كيعجبوني هكا يكونوا قصار ما يكونوش طوال جدا. طبعا هذه هي اللقطه اللي تقطعت لي من الفيديو، فوريتكم في هذه اللقطه قبل ما نعمل هذا الطلاء الاظافر كنقوم بعمل داك الطلاء اللي وريتكم في المقدمه. فهنايا طبعا ملي نشف عملت طلاء الاظافر كيف ما كتشوفوا معايا. فهذا هو الشكل النهائي. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. فطبعا كنرطب كذلك رجلي بهذا الكريم، هذه ديال باليا اللي فيها الاوريا اللي هي مهمه في ترطيب البشره، والمكونات ديال هذا الكريم جد بسيطه ولكن فعاله في ترطيب البشره وترطيب القدمين. فهذا الكريم هذا كنستعمله يوميا قبل الذهاب الى النوم، كذلك من غير الروتين الشهري، يعني يوميا كندهن الارجل ديالي بهذا الكريم هذا. ومن بعد كنرتدي الجوارب او التقاشر كيف ما غتشوفوا معايا. يعني هذا هو الروتين ديالي. كنتمنى يكون الروتين ديالي يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوه وتطبقوه، ونتمنى يعجبكم ويعطيكم نتيجه. تهلاو في راسكم بزاف بزاف ونشوفوا في الفيديو الجاي.